من نيويورك ينضم إلينا مراسلنا رضا أبو شفرة. رضا أهلا بك. استعدادات انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 في نيويورك. بكل تأكيد مروج، هناك استعدادات على تجري على قدم وساق هنا في مقر الأمم المتحدة تحضيرا للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى كلمات زعماء رؤساء وملوك وأمراء الدول. هناك عدة قمم واجتماعات مهمة ستعقد الأسبوع المقبل، نذكر منها أن اجتماع قمة الذي بدأ قبل يومين حول تنمية التعليم وسبل تطويره، خاصة بعد أن شهد تقهقرا وتراجعا خلال سنتين الماضيتين بسبب وباء كورونا. أيضا من بين أهم الملفات هناك اجتماع رفيع المستوى حول المناخ وحماية البيئة. نحن نعرف أنه بسبب أزمة الطاقة في أوروبا هناك العديد من الدول الغربية تراجعت عن التزاماتها بخفض الانبعاثات الحرارية. أيضا نقطة مهمة هو أنه يوم الخميس هناك اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، سترأسه وزيرة الخارجية الفرنسية، وسيشارك فيه أيضا من أبرز المشاركين كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الروسي سيرغي لافروف. أيضا بين أهم الاجتماعات هناك اجتماع رفيع المستوى بشأن القضاء على الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقية. أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرأس قمة الأمن الغذائي. نحن نعرف أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تطالب روسيا وحلفائها بضخ المزيد من الحبوب وأيضا الأسمدة إلى الدول الغربية وإلى الدول النامية، لكن في المقابل روسيا تطالب برفع العقوبات مقابل الحبوب. هذه باختصار أهم النقاط. فريق سكاي نيوز عربية هنا في نيويورك كله مجند من أجل تقديم تغطية نوعية وخاصة للمشاهدين. رضا سنظل على متابعة معك في كامل أيام وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رضا أبو شفرة من نيويورك، أشكرك جزيل الشكر.